تعال نشوف الزوم ان والزوم اوت بتاع كامتازيا 8 ازاي. هو بسيط جدا، هقف على الزوم ان بان، ومن هنا ممكن اقدر اعمل الزوم اللي انا عايزه على الويندو ده. نزل لي الزوم هنا، لو دوست عليه دبل كليك بيطلع لك الخصائص بتاعته كلها في الفيجوال بروبرتيز. يبقى لازم تكون دايس على الدايره دي دبل كليك. من هنا الدروب شادو ده في حالة ان انا قللت الشاشة عن الحجم الطبيعي وبدأت ابين بقى اللون اللي تحتها ده، بدأت ابين اللون. لو احنا مختارين مثلا لون زي ده، لو انا عامل كده الدروب شادو هينفعني في اللحظة دي، انا واخد بالي منه اهو. انا بزود قيم راندوم طبعا عشان احاول ابين لك بس التأثير. طيب كنترول زد كده، الكلرايزد ده اللي هايل جدا، بس ده هيلون لي الفيديو كله. يبقى انا لو عايز الون من اول الجزئيه دي بس، كان ممكن اقف هنا واعمل سبليت، كنترول زد اسف، اقف هنا واعمل سبليت. هو ضيع الانيميشن، ما ضيعهاش، لا هو بعد ما هيعمل الانيميشن ويبدا يلون على طول، بس ما فيش يعني مش هيبقى في ديوريشن هنا للانيميشن، الانيميشن هتبقى مفاجاه. طيب تعال نشوف كده التاثير. الكلرايزد مع الانيميشن بصراحة شكلها هايل. شفنا احنا عملنا ايه، عملنا الزوم ان وبعدين عملنا دبل كليك على الانيميشن اللي نزلت لي، وبعدين دخلنا على الفيجوال افكتس عملنا كلرايزد. طيب من هنا بتقدر تتحكم في الاماونت بتاع الكلر اللي انت عايز تضيفه. طيب البوردر ده ينفعني في حالة ايه؟ في حالة برضه لو انا مبين القصة دي بالشكل ده، بقدر السكنس بتاعه اهو. طبعا الكلام ده بيبان امتى؟ عشان الناس تبقى يعني حاضرة معايا، ما افضلش اقول كلام كده. احنا ممكن نصغر الفيديو ده، عشان نبين فيديو تاني فوقيه، او فيديو تاني تحتيه، او جنبه.